مجموعة مسلحة تقتحم بوابة كعام على طريق الخمس زليتن. هجوم يعيد إلى الأذهان ما شهدته المنطقة منذ عامين عبر الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي أودى بحياة 67 متدربا في معسكر سوق الثلاثاء في زليتن، وقبل ذلك تفجير بوابة الدفنية وهجوم على محكمة مصراتة، إضافة إلى هجوم على بوابة كعام في 2015 لم يسفر عن خسائر في الأرواح. خليفة إرهابي تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أول خطاب له مساء أمس بعد صمت سنة يدعو أنصاره إلى مواصلة القتال بعد هزائم التنظيم في الآونة الأخيرة على جميع الجبهات العراق وسوريا وفي ليبيا والسرت ودرنا وقبلهما في مدينة بنغازي. ما هي إلا ساعات حتى اشتغلت الطاعة العمياء لمريديه في أكثر من دولة، ففي ليبيا ومع ساعات الصباح كان الهجوم الإرهابي لمجموعة مسلحة على بوابة وادي كعام الرابضة بين زليتن والخمس. وبعد التقصي المبدئي صرح مدير الأمن في زليتن لـ 218 نيوز أن تنظيم داعش هو المسؤول عن هجوم اليوم الذي أودى بحياة 4 من عناصر الأمن. رجال الأمن قتلوا إرهابيا من الجناة الثلاثة ولا يزال البحث جاريا عن الفارين، فيما يبدو أنها رقصة الديك المذبوح لداعش. لا يستبعد أنه في الطريق إلى إعادة تنظيم صفوفه وتغيير خططه، لا سيما مع المتغيرات الدولية وتداخلات الصراع على مناطق التوتر. وعلى المستوى الوطني يحكم الجيش هيمنته على مناطقه فيما تشكل بقية البلاد منطقة الرخوة وخصب لعودة الإرهابيين.